شد الكلام، مرحبا بكم في الجزء الثالث والاخير من برنامج بلاد سبور، والذي سنخصصه للمشاركات الانديه ومشاركات الانديه الجزائريه في المنافسات القاريه، وكذلك طموحات بعض الانديه في كاس الجزائر التي اقصت انديه كبيره وطبعا تملك شركات وطنيه في ادوار متقدمه من كاس الجزائر. اذا المنافسات القاريه الشبيبه للتاكيد وبالوزاد للتدارك، وكذلك الاتحاد من اجل الصداره. عز الدين، انت اسمك مرتبط بشبيبه القبائل حتى ولو انه دربت اتحاد العاصمه ودربت فرق اخرى، مي شبيبه القبائل بعد الفوز ضد الوداد البيضاوي والتعادل اللي كانت حقاته خارج الديار، جوستومون مطالبه بالتاكيد من اجل البقاء في مقدمه الترتيب في هذه المجموعه اللي راح تكون مباراه ما نقولش مصيريه ولكن تبقى نقاطها غاليه جدا من اجل الادوار القادمه في كاس افريقيا. ضروري ان نفهم ان حينما نلعب كاس افريقيا سواء في ادغال افريقيا ولا في هنا في بلادنا، نظن انه عقليه وحتى يعني ليسبري اللي حيت كامل بالمقابله شيء اخر. يعني شفت في 5 جويليا امام جمهور غفير، امام في يوم رائع فزنا ضد الوداد الحائز بطل اللقب، ولكن البطوله شيء اخر. صح. دخلنا الى كاس الجزائر فيه ظروف واحده اخرى ثانيه. هنا تجربه المدرب، تجربه المسيرين، لابد باش ياخذوها بعين الاعتبار. البارح ثاني شفت مقابله الوداد ضد الفريق الجديدي، لا البارح الفريق الجديدي ربح خارج الوداد، ربح مقابله فهناك تجربه فمليحه لينا احنا فزنا صح، ولكن يبقى الهدف تاع شبيبه هو البقاء. لا كيسيون سي دو كونفيرمي جوستومون في المباراه القادمه يفو كونفيرمي النتائج اللي حققها شبيبه القبائل في لعبه ابطال افريقيا. لا لا انا اللي كنت يعني هذاك السؤال تسالني نقول لك ماهوش انا مانيش محتاج باش نمشي الى النصف النهائي ولا لا شبيبه القبائل، لان الظروف الحاليه تخلينا باش نركزوا، لان على بالك تكلمت على نفسيه اللاعب في كاس افريقيا، تدي لك واحد المجهود، تدي لك واحد توافقني الرايه. هذا الموسم ما راهوش كما كالمواسم السابقه، السقوط راح يكون لفريقين فقط. جو بونس كو شبيبه القبائل بقى فريق واحد وزيد شلغوم خلاص الان اصبحت بين شبيبه القبائل ونادي بارادو وانديه اخرى. جو بونس كو ايزون لي مويان باش الفريق سامح باش الفريق هذا ما يسقطش، ومن بعد باحترام للانديه الاخرى ما نسقطش هذا هو لابد باش تحترم. ابخي شبيبه القبائل الموسم القادم مستحيل تلعب منافسه قاريه لانها الكلاسمون تاعها متاخر وقصيت من كاس الجزائر. باش بونس كو تسمح في كاس رابطه ابطال افريقيا هكذا من اجل البقاء تاريخيا. شوف تاريخيا وكان وين سمحنا كان وين مشينا تاريخيا. فاظن لابد من استراتيجيه واضحه، لان بالك لو كان كيما الموسم الماضي قال نلعب الى تاهل باش نتاهل دور المجموعات ومن بعد يدخل موسم جديد عليا السنة كلش كلش على ضربه. هي كي نديروا قراءه للمنافسات القاريه نعطيك اكزومبل، هو نقول المثال اللي ماشي مليح هو فريق مولدية بجاية ربح الكاس في 2016 لحق حتى نهائي تاع كاس الكاف، ومن بعد هذاك النهائي تاع كاس الكاف تاع 2016 من تي بي مازامبي ولا نقمه الفريق الان في ما بين الرابطه. هذا هو السؤال. وي انا معاك، ولكن كي تشوف انت باركور قارن بصح دقيقة برك يا زيد، يعني نقارن كما يقول لك او يقول لك عز الدين يقول لك باللي الحالة تاع الشبيبة الآن ما تسمحلاش والمجهود الذهني والبدني اللي طالبوا هذه المنافسة. شفت كيف درنا كروم ماتش مع الوداد، مجهود كبير صح، ثم المدرب دار التدوير مع صفاء الخميس الفريق ما مشاش. انا نقول لك انه في الموفيز اكزومبل هو مولدية بجاية اللي لحق لو توب باك مشاكل اداريه فنيه الفريق ما بين الرابطات، ولكن كي تشوف شبيبه لهذا العام سيت ان كلوب كادي تراديسيون جو سوي داكور يا زيد. كي تشوف شبيبه دار تعادل في انغولا، جاب تعادل ربح مع الوداد، الان راح تلعب مع فيتا كلوب في ملعب محايد في كونغو برازافيل ما تعرفش في كينشاسا. صح. يعني عندك لوبورتينيتي ولا شونس باش تمر للدور الثاني، عفوا ربع نهائي، لا رحت لربع نهائي. انا بالك ما فهمتونيش شو المقصود تاعي. المقصود تاعي الاولويه محلية. الاولويه للبطوله المحليه، لان شفنا انه الضغط سيكون كبير والمقابلات تكون متقاربه لان شحال ديجا عندنا مقابلتين متأخرتين. فلهذا نقول أنه الفريق محتاج إلى تركيز، إلى
قوة أكثر. صح. تصور أنك تلعب ثلاثة وتلعب مثلا السبت تخسر من الثلاثة، كيف تطلع المورال تاعك وتروح تلعب خارج ولا داخل الديار؟ فأظن الضغط سيكون كبير على اللاعبين، لهذا حنا لابد باش تعرف كيف تدير القوة تاعك والاستثمار تاعك. حنا اقتربنا من مسؤولي شباب القبائل واللاعبين جوستومون قبل الديبار تاعهم الى كونغو برازافيل جوستومون باش يواجهوا فيتا كلوب. كان صريح السيد حمدي الكونغولي، كان صريح المدرب طبعا سيد ميلود حمدي جوستومون اللي تكلم على هذا الديبلاسمون على شباب القبائل. Son climatique, on l'attend. Voilà, on sait que ça va être un pays où il fait très très chaud. Nous, on a l'habitude, on s'est souvent déplacé au Congo en Ligue des Champions ou en Coupe de la CAF. Ça va pas être un match facile. Une fois de plus, ils nous le mettent à 14h. Et bizarrement, contre le Petro, bah, ils l'ont mis à 17h. Donc, s'ils nous le mettent à 14h, c'est pas pour rien. Maintenant, nous, on est malin aussi de notre côté. C'est la raison pour laquelle on part aujourd'hui, comme on l'a fait à Petro, pour essayer de s'habituer aux conditions climatiques. Et essayer de donner la meilleure image possible du club, sachant que nous, l'objectif numéro un, je vais encore le répéter aujourd'hui, c'est le maintien. La Coupe d'Algérie, on ne l'a pas laissé tomber, pas du tout. La Ligue des Champions, on ne la laissera pas tomber, pas du tout. Mais si c'était pour mettre les mêmes 11 joueurs sur tous les matchs qui arrivent, et derrière, en championnat, avoir 8-9 blessés, comme ça a été le cas lors de la phase aller, c'est pas, j'appelle ça une gestion catastrophique. J'aurais eu une gestion catastrophique, et c'est absolument pas ce que je veux. Ce qui m'intéresse, c'est d'avoir des joueurs compétitifs, de faire tourner l'effectif, que tout le monde soit prêt à aller à la guerre, entre guillemets, en championnat, parce que c'est une situation qui est très difficile, et on a vraiment besoin de tout le monde pour la réussir. إذن كانت تصريحات المدرب بيلوت حمدي جلالة قبل التنقل إلى الكونغو برازافيل. كان في ميكروفون نشيطة مدينة خدتو اللي كانت جابتنا التصريح هذا، وين لما تسمع كلام تاع السيد ميلوت حمدي يتكلم على توقيت المباراة اللي راح يكون الساعة الثانية وماشي على الخامسة، لأنه نعرفوا في دوري مجموعة الشامبيونز ليغ والكاف كل فرق عندها لو شو أنها تلعب على الثانية أو الخامسة أو الثامنة في المساء. داروا العاني شباب القبائل على الثانية كما دارهم في أنغولا، ويتكلم كذلك في نفس الكلام تاع سي عز الدين، ويقول لك الأولوية لينا كشباب القبائل هو البطولة وليس الشامبيونز ليغ. إلي دودون سي تري بيان بوشراوي يقول سي با فاسيل. اسمع كيما يقول الله يرحمه محمد شريف الناشي، الله يرحمه، يقول لي جو بريفير نلعب البطوله نفس عليها ونخسرها، ولا حبيبي نلعب الباقه، لان الباقه باوي قد ما دير. باوي جيسكا ما عندهاش تقاليد في الباقه. ماسيا سي تون كلوب بريفيري لا جيسكا؟ واه انا جيسكا سي مون كلوب فافوري ايسي، سي مون كلوب دو لا سي ما فيل كوا. دونك سي سا سي لا جيسكا. T'as suivi le dernier match contre le Wydad? Ouais, j'ai vu le match. Ils ont gagné 1-0. Contre le Wydad, exactement. T'étais content, exactement. Là. Ah oui. Bah oui, il a l'air déjà. Donc, justement, on peut faire les chabibs de Kabel, les chabibs de l'Ouzdad, Amin. Justement, après l'Azim, il y a خلينا نقول غير متوقعه تماما ضد الترجي التونسي، وكان فاز ضد الزمالك في ملعب هذا الاخير. كانت تصريحات جوستومون اليوم في مطار واري بومدين قبل التنقل الى ليبيا من اجل مواجهه المريخ السوداني الذي سيستقبل شباب الوزداد في ليبيا. نشوفوا واش قالوا جماهير شباب، او عفوا شت الجماهير مرايق والجماهير. نشوفوا واش قال طبعا نبيل كوكي مدرب شباب الوزداد كونسيرنون التنقل هذا ومنافسه رابط ابطال افريقيا. احنا مقابله باش تكون صعيبه اكيد جدا، لانه في الاخير بالنسبه لنا احنا مقابله معناها عندها قيمه من ناحيه النقاط، لانه انا نتخيل انه المقابلتين اللي جايين ما بين المريخ الي وروتور معناها باش يكونوا ما نقول ديسيزيف، ولكن باش يكونوا مهمين جدا في وضعيه الترشح نتاعنا ان شاء الله. المريخ كيف مريخ فريق معناها متعود يلعب في الشامبيونز ليغ، اكيد زاد كيف الفرصه معناها ما عملنا انتصار تعادل وهزيمه، اكيد جدا زاد باش نقاو يبحث على نقاط معناها للتدارك، باش تكون مقابله صعيبه. بالنسبه لنا احنا ما عندناش خيار، ولكن بالنسبه لنا احنا لوبجيكتيف سي معناها نعوضوا الخساره اللي خسرناها اللي هي في المقابله تاع الترجي في الخلف، رانا نسيناها، نوجدوا المقابله هذه اللي تستنى فينا يوم الجمعه. مقابله راح تكون صعيبه ما راح تكون سهله، لازمنا نعودوا فيها بثلاث نقاط. وحنا انا واجدين، انا شفنا المريخ السوداني، شفنا نقاط ضعف تاعه نقاط قوه تاعه، ورانا خدمنا على هذا الشيء كلش، وبالاراده ان شاء الله نجيبوا ثلاث نقاط ان شاء الله. ابري لا ديفات لي باك ما كناش نستناو فيها، حنا عاودنا حضرنا مليح، رفعنا معنويات لبعضنا، عندنا مباراه مهمه واحده اخرى تستنى فينا من المريخ السوداني،
ان شاء الله احنا معولين ان شاء الله باش نروحوا لليبيا ان شاء الله باش نولوا بنتيجه ايجابيه. واش نقول لك الفريق السوداني ديجا لعب برومي ماتش تاعو في ليبيا، ان شاء الله ما حشنا احنا نخمو هذاك التخمام، ان شاء الله احنا نروحوا ان شاء الله معولين باش نحققوا نتيجه ايجابيه ان شاء الله ونولوا الجزائر. اذا كانت تصريحات المدرب واللاعبين طبعا قبل التنقل الى ليبيا. امين، مباراه صعبه على شباب انه يحقق فوز اخر ان شاء الله خارج الديار من اجل طبعا البقاء في المسابقه. الجماهير يتعول كثيرا على هذه التشكيله وعلى الاداره الحاليه من اجل كما يقولوا بالعاميه تعليق النجمه. لوبجيكتيف نيميرو 1 تاع سي ار بي سي ليطوال، هذه لا بيريود تاع مدار لاريفي تاع مدار، وهي سي لوبجيكتيف نيميرو 1 سي ليطوال. دوكا سي ليكزومبل توت افي الكونترير تاع لا جي اس كا. سي ار بي ا تو لي مويان ماتيريال كلش باش يروحوا، اي لا سي اون سي ماتش ا دوبل ترونشون اون فادير. غاس لا بيلوز كومون لا بلوت سي علينا وعليهم، سا 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 في بارتي دو جو، سا في بارتي دو جو دي سيناريو سي ان طارطون في بلدية بنغازي. شي المباراه الثالثه اش بارون جينيرال نو مي كون تي ريسوا لادفيرسير تاعك انا بور مو انا بور مو لو تيران سي جوست ان بريتاكس. Si on veut réussir, partir loin, c'est ça. Taboulet car on est en Afrique, on n'est pas. Pour toi, Amin. Ouais. Moi, je suis quelqu'un de qui fonctionne comme ça. Moi, je fonce. Non, ça. Amin, أنا شاطر. Amin, رأي في أنه كان البعض يحصلها في 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 الغازون كما شفنا في وقت ماضي في المنتخب الوطني من لعبوا في تشاكر الأرضية ماشية مليحة، ولكن من 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 الواجب ان نوفروا ارضيه تصلح للاعبين. ونظن انه ملعب نيلسون مونديلا انا حسب رايي ونعرفوا انه حتى رئيس الجمهوريه قال لك الملعب هذا للشباب، خلي فريق شباب الوزداد وكذا فريق شباب القبائل الاتحاد العاصمه يلعبوا في نيلسون مونديلا ولا مارشون طرابو ولا يعني قال التجهيز تاع ثلاث اسابيع تعاود تحل شوي ضعف. هذه من جهه، من جهه اخرى ملعب 5 جويلة الى هنالك الارضيه ما رايش في الجوده تاعها الكامله، يجب غلق الملعب هذا واعاده الارضيه. انا سجيتي انا سجيتي لوسما ولا مليحه جانا بارك الله سي جي تي لوسما ولا شباب القبائل ولا شباب الوزداد. انا نروح انا نستقبل في عنابه، نستقبل في قسنطينه، نستقبل في وهران باسكو انت تقول لي انا الملعب علينا وعليهم ميتو. الناس اللي لعبت كره القدم جو بونس كو الكوتش اللي لا ما تقدرش تروح بعيد في جو سوي داكور. كاين عندو ليدي تفضل ليدي افوار ان تيرام ملاح سي كلير، مي انا ما نقعدوش حاصلين غير تخسر ولا هذه تقول لو تيرا. انا جام انا جاي بلو كبير قبل ثاني ولصقها مع الاتحاد العاصمي من لصقها تكنيكمون لصقها مع ليكيب تاع الاتحاد العاصمه. اليوم سؤال مطروح هو لعبنا شان باش باي تعداد لعبنا avec 9 joueurs تاع سي ار بي لعبنا 8 تاع 9 جوار دو لوجما. يعني نفسيه اللاعبين بعد ستاج دو 35 جور كيفاه ولاو الفرق تاعهم؟ هذا هو السؤال المطروح. اليوم احنا سي ار بي ايزون بيان رياجي كونتر الزمالك، ربحنا مليح كونتر ليسبيرونس اوسي غرو ماتش. لا سي با ان غرو ماتش مي سي ان بون ماتش. جو دير اليوم حتى يعني حسينا انه ليبوتيز اللي درتها انا قبل ما يولوا للبطوله قلت كيف سيعودون اللاعبين تاعنا للبطوله. صح. لان صراحه 35 يوم زيد الثقل زيد لا بريسيون زيد كلش كيفاه اليوم الحمد لله. يعني اليوم ماهمش مخسرين هذا اللاعب. لو انا نقول لك لو كان مثلا الترجي داروا بينا سينما ولا نقولوا ما عندناش فريق. اليوم فريق شباب بالوزداد فاز في مصر الزمالك ضيع فوز ولا ضيع تعادل في الجزائر ليس بالعيب. صح. لان الاحتمال الاول انا ليا الاحتمال النفسي والبدني بعد الكان بعد الشان بعد الشان مام لي جوار تاع اليوسما ثاني الله يكون معاهم. صح. اون بليس شباب لوزات لا تلعب اون لي روتور مع المريخ، لان تروح المريخ لليبيا تعاود تروسيفيهم في ملعب 5 جويلة. تما عندك 6 نقاط عفوا اللي تقدر تسجلهم في المباراتين. لا لا وهي اون بليس اون فا جوي دون ان باي نوتر دونك لازم اون دوا بروفيتي سور سا. لو سي ار بي ا بري اون انفيرغور اون فا دير في لافريك دونك سا في كون ميم 3 اون لا 4 اون كون جو لافريك سونز اري ورانا نروحوا بعيد. سي سا هذا الناس لازم يعرفوا. دونك مانو لوبجيكتيف هم دايرينو سي دومي فينال، مي انا ا مون سونس سي دالي كاريمون اون فينال. اون ا تو لي موان اون ا فيو لو بروفيل لو بروفيل يي
Yeah, c'est ça. عندك deux équipes quand même, عندك même le bon touche tac, il est conséquent quand même. Très riche. كان عندهم في المواسم السابقه مشكل في حراسه المرمى. الان عندك غندوز اللي فريمون عندك 4 غارديان. نقول من هذا المنبر اذا ارادت فعلا اداره شباب لوزا تتويج بكاس رابط ابطال افريقيا, لان باش نقولوها ونصرحوا بها عندهم بون ايكيب شباب لوزداد. انا رايي انهم يغيروا ملعب 5 جوليا لو يتم فتح ملعب ديال المونديال لا طون ميو, سينو ابري سي با سي زون دروا ولا حقهم. واليوم مهدي ربحي اليوم تكلم في المطار, قال لك درنا اوفيسيالمون طالب للوزاره من اجل توجد الملعب لو ميو ان شاء الله. اذا ما وجدش انا نشوف اذا ارادت شباب لوزداد تتويج برابط ابطال افريقيا هي الاستقبال في ملعب عنابه 19 ماي ب 56 بمدينة عنابة, أرضية عالمية. لأنه تتقول لي أنا نشوف بلي تقول لي بلي أنا نشوف بلي أرضية على الجامع, الناس اللي لعبت كرة القدم ما تقدرش تشوف كيف. وي وي كل صراحة جو سوي كومبليتمون داكور. مي علاش قلت لك أنا لو تيران ايه ان اوبستاكل بور لي دو زيكيب سي با بور اون سال ايكيب سي سا جو بارلي دو سا. سي ان اوبستاكل بور ليكيب اللي استقبلت. نعطيك ان اكزومبل ولا تفاو عليه, نصف النهائي رابطة الأبطال الإفريقية اتحاد العاصمة وداد البيضاوي 2019 ملعب 0-0 بين 5 جوليا, ملعب كارثي, ارضيه ميدان كارثيه. وبعد المباراه لاعبين صرحوا انهم ما قدروش يبراتيكيو 17 قال لك ما قدرناش نبراتيكيو اللعب ديالنا لي مورفين نلعبوه. دونك سي ان اوبستاكل بلوس بور ليكيب اللي استقبلت كو ليكيب اللي جات. يزيد انت قبضت لي غير هذا لو بوا وقعدت لي عليه. انا قلت غروسو مودو جو سوي دو جون اللي ما نحبش نقعد نلقى لي بريتاكس كي تخسر طبعا. سي صالح الاتحاد العاصمه اجل صداره جلاله راح يستقبل هنا الفريق الجنوب الافريقي, هذا الفريق اللي راهو في مؤخر الترتيبه تاع الدوري الجنوب الافريقي, ولكن هو في صداره في المجموعه ديالو ب 6 نقاط واتحاد العاصمه ب 4 نقاط. نظن ان اتحاد العاصمه في منافسه كاس الكاف بدايه تاعها كانت موفقه, ونظن انه باش تروح بعيد في المنافسات الافريقيه لازم الدوميسيل في الملعب تاعك ما تخليش النقاط. الى اتحاد العاصمه ان شاء الله يوم الاحد يجيب النقاط الثلاث امام الفريق الجنوب الافريقي راح تكون عنده سبع نقاط, راح تكون عنده اريحيه قبل مرحله العوده في هذا الدور في هذا الكاس الكافي في مباراه الثلاثه اللي بقاو. نظن انه اتحاد العاصمه رغم انه اخصاء من كاس الجزائر الا انه الفريق بالنقطه اللي جابها من ليبيا هذيك النقطه بالك هي راح تخدمه في المباراه القادمه, لانه لماذا كان خاسر بهدف لصفر قدر يرجع وكان قادر حتى بالك يفوز في ليبيا. ظن فريق اتحاد العاصمه في منافسه كاس الكاف عنده اكثر اريحيه وعنده اتحاد العاصمه فقط تفضل. وكان ما خسرش في مغنيه بالك يمشي بمعنويات كبيره. صح. دخلوا بعض من الشك, ولكن يبقى كما قلت لك في المرحله الاولى وين تكلمنا على شباب الوزداد واتحاد العاصمه اتحاد العاصمه على اللاعبين استرجاع قوتهم. فريق جيد, فريق اللي عنده قوة كبيرة اللي يقدر يستفيد باش يمشي بعيد في هذا الكاس. يوصل لابليسيور دي محيوس اللي كان ما تنقاش الى ليبيا بسبب الإصابة. جو بونس كو اتحاد العاصمة إذا يأمنوا شوية برحهم سي لا بون سيزون. ما كاش أندية كبيرة في كأس الكاف أتونسيون, ما كاش هذيك الأندية اللي كان تي بي مازامبي سيني بلو تي بي مازامبي تاع ما كاش هذيك الأندية اللي فار لي فار ثاني ملعب تري بون ليكيب. يزيد نذكروا حاجة أنه كنا نتكلم أمين على شباب لوزداد, كنا نشوفوا في المواسم هذه سابقة تاع الشامبيونز ليغ شباب لوزداد في لافاس دو بول كان اشاك فوا يدير يعني نتائج كبيره. كي لحق ربع النهائي تبدا منافسه جديده تاع الي روتور تدخل فيها. صح. بعض الاشياء الرياضيه خارج الرياضه اللي بالك يفوسويفر اكزاكتلي. ونتمنى ان شاء الله تجهيز الميادين اللازمه من اجل الانديه الجزائريه كونسيرنون هاد المنافسه. طبعا انديه طموحه تتالق في كاس الجزائر وتفتح التساؤل حول مستوى حول مستوى الفرق العريقه جوستومون. عز الدين بسرعه كيفاش هذه الانديه العريقه ان صح التعبير وتبرك تاريخ في كاس الجزائر اليوم تقصى ضد انديه صغيره من قسم ثاني قسم ثالث جوستومون شيء غريب. اول شيء ملاحظه لوتور دو لا كوب ديجا. نعم معليش الملاحظه الاولى انهم كامل اقصيو خارج ميدانهم. يعني الملاحظه الاولى ان صراحه باش تروح تلعب خارج ميدانك ضد شباب التصاور اللي راهو فريق من المحترف الاول فريق مقبول جدا فريق كبير. نعم فريقين كبيرين الاخرين والاخرين تلعب في مغنيه بلك في استصغار مغنية في يعني في عين دفله في ظروف خاصه لكل فريق.
صح. أظن صراحة إذا شفت أنه كامل يسجلوا حتى يعني في البداية كامل هما اللي سجلوا في الأول، لهذا نظن أنه عامل الاستقبال وعامل كأس يعني لا 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 ديسبري تاع 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 لاكوب دالجيري سي اوتر شوز. ابخي زيدين ما نفهمش الانصار علاش يقول لك بدل ليكيب، بدل ليكيب سي لاكوب وهادي انا لي كلوب يديروا مشكله. لو سالتني ليله المباراه يقول لك بالك المدرب من صالحه باش يبدل الفريق. انا شيخ تسمح لي انا ما نمشيش مع النظريه هذه. آه. من حقك انا نعرف دولين كي يكون لا كوب دو لالي كاس الرابطه في بلد ما فيها اللي باش تلعب في سان جوي. آه. تيانا. آه. تريز اغريسيف يعني. آه باش تلعب في سان جوي بدنيا دير مجهود كبير. صح شيخ ضروري انك تفكر. صح. تقول يو بعد ثلاث ايام لو كان اسبوع. آه. نقول لك صح ميو ثلاث ايام بصح انت يا شيخ كمدرب راك حاكم فريق مولدي طه وهران او اتحاد بسكره او مولدي الجزائر وما نقولك كاش فريق تعرف بيلا كوب في نهايه الموسم هي اللي دير فيها اكثر اموال باسكو فيها لابريم فيها النهائي بالك انت راح تموتيفي اللاعبين تاعك. نعاودو السجل الاولاني اللي تكلمنا معاه زيد كان سو لي بريوريتي وشنو هما لي بريوريتي تاعي لابد باش نخير حنا. انا قلت لك انا في شباب القبائل واحد الموسم تعمدنا باش نخرجوا من كاس الكاف لان في اولويه واحده اخرى اولويه محليه حتى اوبجيكتيف. واش بلعب هذا زين كاس الكاف ما كنتش انا مدرب. آه. يعني بحكم التاريخ تاع الشباب نعرفوه حبيت ندير لك انا شخصيا نقول ندير لك كاس بلاص ديسيزيف للجماهير الشباب هرب ما لا سي با غراف. على كل حال حنا نتمنى التوفيق للجميع الانديه الجزائريه. صح كاين حاجه يا زيد تفضل الشيء اللي ما تكلمش عليه الشيخ عز الدين انه كي تشوف المستوى واصبح متقارب شيخ فارق تقسم ثلاث لاعب ولا لاعب تاع قسم وطني او كيف بالك ستاف لاير بكان لعبوا الدوره تاع الصحافه تكون في رمضان المقبل بالك مستوى تاع اللاعبين تاع دوره الصحافه كيما تاع البطوله المحترفه. شيخ كيف فوت الجزائر جاي غارديا مليح هاوليك ماتياس يا 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 جو دير كاين ان مونك دو سيريو. صح تكلمنا قبيله على التكوين ميم كوتي جوور لونفيرمون خاصنا نخدموا كاين العمل وكاين لابد باش لا بروتيكسيون على تاع لي جوار قبيله تكلم امين على لا بروتيكسيون دو لونترينور مي اوسي اون دو بروتيجي هاد لي جوار باش يكون الاداء تاعو مستقر. صح كوتش اوني امباسيون بروجي تاع سي ار بي في الاكاديمي اوني تي امباسيون امين تالي راك راح تكون مشرف ان شاء الله ورئيس منظمه القمه الاورو متوسطيه للاعمال في كره القدم راح يكون ملتقى ان شاء الله قريب في شهر مارس. جوستومون نحيوك على هذه المبادره 15 مارس ان شاء الله تكون اذن صاغيه لمثل هكذا امور. شفناك مؤخرا درت طبعا تاخذني الكلمات شفنا مؤخرا شفنا الدبلوماسيه الرياضيه دونك فوالا واليوم تعاودوا لي بالقمه الاورو متوسطيه للاعمال في كره القدم حكينا شويه على هذا. شوف عندي دوكا جاتني اون اكسبيريونس اون الجيري بوندون 4 او 5 ans واش راني نشوف لا جيستيون فوتبوليستيك في الكلوب غير مقيم في الجزائر ماشي من هنايا. صح ربي ربي دونك بون نزيدو نقرعوا عليك شويه وين مقيم. اه بون شو ريزيدون في المونتينيغو جبل الاسود. جبل الاسود فوالا دونك نهضروا على البروفيسيوناليزم كنا نقولوا من قبيل على لي زونترينور رسكالا. On n'a pas de gestionnaire formé dans ce sens. Alors, du coup, on a parlé d'une chose. Les entreprises qui commencent à prendre les clubs, pour moi, le plus important dans cette histoire-là, c'est quoi? C'est la rentabilité d'un club. Alors, du coup, le plus important, c'est l'aspect sportif, des résultats à l'aspect sportif. Mais pour que les sportifs, l'aspect sportif, il est là, automatiquement, il faut les moyens pour qu'ils aient. Mais on ne peut pas. دولا ما عطاتش عطات ما عطاتش عطات ما عطاتش فوق فو ترافاي سور سا اي سي بور سا فيا ليكول وين لاكاديمي اللي راني مستشار فيها جي بروبوزي سو بروجي لا معاهم اي سيتي بريفو دايور باش نديروها في المونتينيغو انا جي انسيستي حبيت نديرها في الجزائر سورتو لا بروميير اديسيون يكونوا ضيوف من عيار ثقيل. علاش لو بلوز امبورطون حنا تاعنا c'est d'apprendre au chaud indirectement. Donc on a ramené déjà des personnes qui chauff j'insiste sur un point que machin hadou ala technique tactique khati c'est toujours le business on parle business fil football fil club. Donc on a ramené pas mal de clubs
qui ont une réputation dans ce sens. Très bien. Par exemple, un club en Italie, Venise. Mm-hmm. Venise, malheureusement, là, la série B, deuxième division. Mais en termes d'image et merchandising, c'est l'un des meilleurs en Europe. Tu vois le maillot, comment il le présente. Il est devenu style les marques fashion. Voilà. Et c'est pour ça qu'on a ramené des personnes. On a des clubs au Portugal, les représentants d'un club au Portugal, l'Espagne, l'Italie, en France, Grèce, Luxembourg et d'Égypte. Est-ce que vous avez donné des invitations à l'Indie Jazairia ou à l'Indie Jazairia ou à l'Indie Jazairia? Le fait que j'ai rencontré un jour avec Sim Edouard, le fait que j'ai répondu à moi et dit بون حنا راح نخليو لا ليغ هي اللي حتعرض لي كلوب اي تو دونك فوالا لو 15 لو 16 ان شاء الله ان شاء الله هنا في الجزائر العاصمه وراح الاسبوع القادم نقولوا وين بالتوفيق لك امين مثل هكذا امور نشجعوها شكرا نشكرك ديجا اولا على حضورك شكرا. ان شاء الله التوفيق في هذا المنتدى باش لما لا نوقفوا هاد المصاريف الكبيره وحل الوقت من اجل الانديه تسترجع وتدخل المصاريف في مشوارها الكروي. حاجه مليحه يا زيد انه الناس تخمم كيف تلاقي الرياضيين كل واحد في اختصاصه مسيرين المدربين مدربين شبان مدربين الحراس حنا نتلاقاو غير في الجنازات مدرب صح عزيزنا جودي بارك الله فيك شكرا لحضورك معنا سيتي ان بليزير توجور ان بليزير وخلاص مع زهير شكون زهير هذا؟ دلول حيوه دلول اسامه سيما عز دينا جودي بيانتو اونترينور ان شاء الله انا جو دير تعبونا كمسؤول كرئيس بدون امكانيات تعاود تولي كرئيس وفريق اخر نو سي با انتيريسون سي با انتيريسون سي با انتيريسون تخي بيان على كل حال بالتوفيق ليك فريق شباب برج ملان جو الحيوم بالمناسبه ونتمنى لكم ان شاء الله التوفيق ولما لا عاود تكينوا بمستطيل افضل لانه توحشناك في المستطيل الافضل في المباريات الكبيره اللي كنت ديرها بون او هنا جاد عليه براس من بعد بس كي يسير سيكو يا با دو ماناجير في الطابله هذه هذا هو البليز امبورتون شرف كبير لنا ماسياس حماش ميرسي دافوار اكسبتي نوتر انفيتاسيون ميرسي بوكو ا فو Bah, justement, un dernier mot pour peut-être pour les amis, pour la famille. Ouais, je tiens à remercier tout d'abord le consul d'Algérie au Canada, donc Monsieur Merem Nourdin, avec Monsieur Abdenor Kribasa et Monsieur Karim. Très bien. Je tiens à saluer tous les Canadiens, les Algériens qui sont au Canada. Très bien. Bah, les amis peut-être, la famille. Tout. tout le monde. Merci, Massias. On te souhaite que de bien, Inch'Allah. Merci. Amin. Barakallahu fik. Shukran ala hudurk ma'ana. Sharafna. Tmenna ktoufik justement في المنظمه تاعك concernant les événements là qui vont en قريب ان شاء الله merci beaucoup pour l'invitation je souhaite bon courage Massias et pour l'équipe les U17 ان شاء الله le minimum demi-finale on va dire ان شاء الله mais on va la remporter ان شاء الله donc merci c'est vraiment c'est un honneur pour moi الله يحفظك voilà على كل حال شرف لينا حضرتك معنا et aussi bon courage à Massias مع le CF Montréal l'équipe تاعو donc pas que avec l'équipe nationale d'abord c'est un gardien d'avenir ان شاء الله نشوفه في المنتخب يعطيك الصحه عامل بارك الله فيك جزاك شكرا لك ولجميع الزملاء طبعا في القسم الرياضي وعلى راسهم رئيس التحرير وليد مرجاوي شكرك يا زيد جلال مرجاوي جلال مرجاوي مين داك كي يسحقني جلال مرجاوي عندي برك واحد جديد ديديكاس يا زيد كاين خياط منار اللي قفلت اليوم 11 سنه في عمرها من 2012 هذه تاع بدر الدين حجام من ديديكاس وكذلك زميلنا صديقنا سالم ساعي اللي نسيت وسمعنا اللي فات يسمح لي وي سي باز دين نحكيك الحكايه نحيي وليد ويوسف وكذلك ياسر امير اللي سهر وسمعنا فات على جنة ونسيت سالم ساعي يسمح لنا وعدهم باش يدير لهم تحيه ونساهم نسيت الدراري قعدوا سهرانين وصباح خير ما ناضوش راحوا ليكم حيهم سالم ساعي تحيه لهم تحيه كبيره لهم باش هذا الكلام وصلنا لنهايه هذا البرنامج طبعا تحياتي للعريضه التقنيه وعلى راسها طبعا المخرج حسين ولجميع الزملاء حاضرين معنا وراء الكاميرا وابقوا في لقناه البلاد نلتقي بكم يوم الاربعاء القادم ان شاء الله سلام